Amigo. Hola, amigo. We close. We close now. We close يا عبد الوسط. Hurry up. Close the window, man. Look at this pizza there. Actually, I need to move this camera up. This is beautiful. Then turn it up this way. So this camaritas. And the camaritas, and the camaritas. You know, they are badly. I'm not in love with that. عايزين نايس بيوتيفول. بص البيتزا دي بص دي فيها ايه؟ لا كده تو دارك تو دارك تو دارك تو دارك تو دارك. Maybe we'll come closer. Maybe we'll come closer. Maybe we'll put the TV on. We'll put the TV on. You see the news. We'll put the TV on. You see the news. Locked up. Locked up. No one can go anywhere. Locked up again. We are locked up. We'll put the TV on. You see the news. How many corona today? Before was zero. Months ago, zero. Months and a half ago. Today, it's about 300. BBC. You'll keep them in the hotels. Well, we'll keep them in the hotels in detention until they exercise one of those options, and that's what we want them to do. We've always been very clear that people don't get the right to come permanently into Australia. We were always concerned about this medevac legislation, that it was a backdoor way of getting into the country. So, the legislation was put forward. This is for Andrew. Hello, Andrew! أحلى بيتزا عليا الحرام من ديني. بص يلا. Leftover pizza. Leftover pizza for Andrew. الله العظيم. Thanks very much, David. I want to show you a bit of the Prime Minister's comments this week outlining his concerns about this new national... على ربنا وزع واحدة تانية قال له على أندرو ليفت اوفر بيتزا بيف جراوند بيف سلامي سوسج سبينش فاكن كابسيكم لوك ا فاكن بيتزا مان ليفت اوفر بيتزا على أندرو ليفت اوفر بيتزا 100 100 والله العظيم بص يلا بص البيتزا يلا بص البيتزا يلا هي دي البيتزا يا بهايم يا بهايم هي دي البيتزا نعمل نتمشى ننور لا ننور نور تاني لحظة شوية اكشن وان مور تايم اكشن وان مور تايم هي دي البيتزا يا بهايم واخد بالك انت ازاي بص البيتزا يلا بص البيتزا بص البيتزا يلا بص البيتزا بص بيتزا أوباما المصري خش على الولا جوجل وشوف بيتزا الولا أوباما المصري عطينها درجة كام واخد بالك انت ازاي يا ابن المعشفة يا امك جاموسة وابوك بقرة خش على الولا جوجل واعمل تكة كده واخد بالك هتلاقي حنين وبنين وكله بس هتلاقي ايه بقى الولا هوبا بص هنا خش هيقولوا لك ايه البيتزا بتاعت الولا هوبا المصري اللي عنده 61 سنة دي لفة خش على الفرش احلى تحية ليكوا احلى تحية ليكوا يا منطقة احلى تحية ليكوا يا منطقة قال انا بنعلم ابوك يخسس يا ابن الجاموسة يا ابن الجاموسة انا مدرس تخسيس وعندي 61 سنة واخد بالك انت ازاي يعني انا مش سليم عليا الحرام من دينك اخش بيك شمال اولع المنطقة
عندنا حظر احنا اليومين دول، واخد بالك انت ازاي، والمنطقه ضربه ضربات. اللي بيعمل يوتيوب ده انا نفسي افهم بيشتغل ايه اصلا يعني. يا ابن الجزمه يا تربيه وسخه، قبل ما تشتم البشر وتطعن في اخلاقهم وبتاع عشان لبسهم، يا ابن الكلب يا جزمه، قول لنا انت اصلا بتشتغل ايه؟ ايه شغلة امك يا ابن الوسخه بتاع اليوتيوب اللي انت كل شويه تشهر بالبنات الحلوين، واخد بالك؟ في حد ماشي؟ لا. وتلم كومنتات من العوانس والبقر والجاموس والحيح واللي عندهم غيره وعندهم حسد وتنمر. قارش انت ازاي؟ مفيش واحده حلوه هتتنمر على واحده حلوه. خلينا واضحين يا بتوع الفنانس، واخد بالك؟ الناس بتوع الفنانس اللي فوق تنمروا على البنات بتوع التوك توك، فكلموا مين؟ كلموا سياده النائب العام. فسياده النائب العام قبض عليهم وساب لنا المعيز. الله على رأي الولا محمد علي، حبيبي يا محمد علي عندك حق في الحته دي. ساب لنا المعيز اللي معيزه خلاص، واخد بالك انت ازاي؟ اللي عندهم اقل حاجه 50 سنه برضه يفرجونا على الشغط والبتاع. يا سياده النائب العام له معاك، احنا عايزين وجوه جديده تدينا الامل ان احنا بننضف، بنشوف مناظر نظيفه. ما يصحش يا فندم واحد عمل يوتيوب ومقشف والشراب لازق في رجله، واخد بالك، ومنتن وعايش في مجاري وشكله امه زي الكلب، يطلع يعمل بتاع يشتم بنات حلوات على الولا توك توك. انت هتمنعوا التوك توك مننا؟ انا انتحر. احنا حيحانين اخر حيحانة، والفيس هتتحرق. انا بحب ابعت رسالة لكل واحد ابن وسخة عايز يتشهر فيطلع بقى ايه يشتم اوباما المصري، لان اوباما المصري ملك الفيسبوك، واخد بالك انت ازاي؟ انا مش بتاع يوتيوب اصلا، واخد بالك؟ انا لو بتاع يوتيوب واخد بالك اعمل ريبورت على كل واحد بياخد فيديوهاتي. فانت يا ابن الكلب يا جزمة اتعلم. انا مدرسة الحياة يا ابن الوسخة. انا يا ابن الوسخة 61 سنة ولسه بص ما اتقرعتش، واخد بالك؟ لان انا بعلمك الاكل الصحي والبعد عن الاحبطيطة، واخد بالك انت ازاي؟ وايه تاني عشان انا نسيت؟ نتمشى. يعني انا يا ابن الجاموسة فت امك البقرة في الزريبة، سبت فت امك البقرة في الزريبة يا ولا، يا اللي جايبالك الموبل فون من عرق بتاعها. فأنا أطالب من موقعي هذا من حضرة النائب العام بالقبض على كل العيال اللي بتعمل يوتيوب، لأن هي ديت اللي نشرت الفسق والفجور. حاضر يا نائب العام، بقول لك إيه يا حضرة النائب العام، إذا عرف السبب بطل العجب، خالص. تلم كل العيال الصيع وكل العيال اللي مرهمش شغل دولت، والمقشفين والمنتنين اللي عندهم افكار داعشيه بيحبوا ينشروها في الوطن العربي، واخد بالك؟ وان احنا بقينا كلنا ايه بهذا المنظر القبيح. ولكن الحقيقه غير كده يا فندم، هي نسبه ضعيفه جدا جدا، ومحدش يقدر يتحكم فيها غير السوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم عن المواضيع دي. فاحنا لما نمنع هذه القنوات وهذه الناس اللي بتشتغل على قفا الناس عشان تعمل شيرات ولايكات وتعمل فلوس، واحنا بقى نشوف الصوره كانها هكذا، البلد كلها بلطجة، البلد كلها حيحنة، البلد كلها تحرش، البلد كلها شواذ، البلد كلها ملحدين. فيا سيادة النائب العام، انا عايز ناس بتفهم في الاستراتيجيات والسيكولوجيات، وان السوشيال ميديا، واخد بالك، ديت بيتحكم فيها بعض العناصر الخرفان
وبتأيد وبتدعم هذه القنوات يا فندم، وبيوصلوا السبسكرايبات بتاعتهم فوق النص مليون والمليون حاجة ايزي، وتخش على الشخصية اللي بتقدم الحلقة تليم قشف ومعفن وما عندوش خبر بالبطيخ. فاحنا عايزين نفهم يا فندم انتوا شغالين ازاي، انتوا بتشتغلوا ازاي، فاهمني؟ مفيش حاجة اسمها شيوخ مودلز، مفيش حاجة اسمها شيوخ، واخد بالك؟ بتقول لك ذكورتي ذكورتي خلاص، مفيش حاجة شيوخ يقول لك الست بهيمة وتقعد في البيت، لأن هو الدول المتحضرة بتعتمد على الست خلاص. فالناس ديت لازم تتحاكم، عارفين يعني ايه تتحاكم؟ لان كل اللي نشره الزبالة اللي بتحصل من بعض الافراد هم نفس الافراد اللي بيدعوا الفضيلة، خبالك، لانه عارف المرض الذي يعاني منه المجتمع، الا وهو الحيحنة، الا وهو الحرمان، الحرمان من كل شيء، مش بس من الغريزة، ده من الاكل والشرب والثقافة والنظافة خلاص. فاحنا ما كل شوية نتفرج على هذه الأعمال كما لو كانت هو أسلوب حياتنا، ولكن الحقيقة غير هكذا عزيزي المشاهد. لأننا نزلت مصر ومشيت في الأحياء الشعبية والفقيرة، لقيت معظمها ناس طيبين وناس محترمين، إلا في حالات نادرة بتكون في الأماكن التي تتوحش فيها الكلاب الضالة على البني آدمين، وهذه منتشرة في كل العالم خلاص، والعلاج لها القانون. فاحنا عندنا تقصير في القانون، تقصير في الثقافة، تقصير في تنفيذ القوانين، تقصير في المراقبة الحقيقية على السوشيال ميديا خلاص. انا ما جيبش اللي قلعت، لكن انا جيب اللي نشر. احلى تحية لكم. انا بطبخ اكل صحي وخمس نجوم، نتمشى تاني يا ابن الجاموسة، وعندي مزرعة بقر، البقر عندي بيفهم احسن من البني ادمين، من كثير من البني ادمين اللي بشوفهم على السوشيال ميديا. انا ماليش لا في الطور ولا في الطحين، انا بعلم امك الجاموسة تاكل صحي، يعني انا بخاف على صحتها احسن منك يا كلب. قل لها تعمل شير ولايك عشان يوصل لها كل جديد. سلام عليكم. الله، ده انا مش لايك، ده انا بسجل. لا.